فاضل، مو قصة أنا متحمسة زيادة، بس الشب فاجأني. أول شي ما كنت قابضته بالمرة، قلت لحالي هيك شب من عمرنا وخريج جامعة بأوكرانيا ما حدا سامع فيها من قبل. قلت لحالي رح يسلوي مثل المخرجين البقايا، نفس القطعة ببلش لي عامة، بعدين بيعمل ميديم تو، بعدين بفوت ريفرسات، وبعدين برجع عامة. خلصنا حبيبتي. أنت ملاحظة أنك عم تحكي معي كأني دارس إخراج؟ يعني أنا شو يفهمني هدول ميديم و كلوز و حاضر. عن جد نسيت كم مرة شرحت لك ياهم لما كنا نتفرج على الأفلام سوا. عامة يعني بياخدونا أنا وياك من بعيد بعيد، الميديم لهون. التوشوت بقى يعني أنا وياك باللقطة. طيب حلو، كتير كتير كتير. هلا المهم كملي لي شو صار معك. طلع معي إنه هذا الشاب مانو سهل بنوب، يعني كتير عم يهتم بشغله لأنه هي أول تجربة لإله وحابب يثبت ذاته. مو بس همه يطلع مصاري، لا، عم يساوي هذا الشغل لأنه هو بيحبه. حلو، معناتها مبسوطة. أي مبسوطة. هاد زهير. ألو؟ أهلين زهير، أنا بالمستشفى عند فاضل، بدك تمر تشوفه؟ طيب، أوكي، ما في مشكلة. يلا ناطرتك. باي باي. رح يمر ياخذني على التصوير نروح سوا. بيسلم عليك كثير بس هو ماله قدران يمر هلا. يا ستي، الله يسلمك ويسلمه. هلا المهم، فكرتي بيلي حكيناه امبارح منيح؟ فاضل ما بدي احكي بهالموضوع. ريم، في شغلات لازم تنحسم بقى. قلت لك انه انا ما بدي اسمع ولا احكي بهذا الموضوع. طيب مثل ما بدك، بس هذا القرار لك ريم. ها انتبهي، بس بدي اطلب منك طلب. بدي اياكي تسمعيني هلا وما تقاطعيني ابدا مثل عادتك، عم تفهميني؟ رح حاول. طيب انا هلا حاليا زلمه كثير كثير مخربط، يعني حياتي اللي كنت راسم لها طريق هلا صار في لها طريق ثاني تماما، عم تفهميني؟ ما هيك حاسس حالي عاجز، مو العجز تبع انه راحت رجلي والتفاصيل، عجز من نوع اخر تماما. ما بعرف شو مخبي لي المستقبل ريم، ما بعرف اي شيء، ما بدي افكر اساسا بهذا الشيء. الشيء الوحيد اللي بعرفه واللي متاكد منه انه انا خايف، بس خايف، خايف من حقيقه مشاعري تجاهك. ما عاد عم بفهم على حالي، هي حب ولا هي حاجة؟ خايف من حقيقة مشاعرك انت تجاهي، هي حب ولا هي شفقة؟ فاضل ريم، خليني كفي كلامي. طيب، في شعرة صغيرة كتير تفصل بين الحب والشفقة، وانت هلا عم تكابري وما عم تقبلي تعترفي شو هي حقيقة مشاعرك. ريم، أنا بدي إياك تكوني سعيدة، وبيلبق لك تكوني سعيدة، بس هاي السعادة أنا ولا يمكن إني أحقق لك إياها. ما بدي أنزعلك حياتك ريم، فهميني، مشان الله فهميني، ما بدي أكون السبب. طيب، أنا رح آخذ وقتي ورح أفكر كتير منيح ورح خبرك شو بصير معي. منيح هيك؟ كثير منيح، هذا الشيء اللي بدي اياه.